اهلا وسهلا بالمشاهدات الراقيات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا الفال ديالكم لشهر 3 شهر مارس. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي. غادي نبدا الفال مع صاحبه البشره الحنطيه. غادي تكوني انت هذه صاحبه البشره الحنطيه، وهذا الحظ ديالك لشهر 3، ان شاء الله خير، ان شاء الله فال ايجابي. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. هنا قلبك على المرأة البيضاء، وهز الهم ديال هذه المرأة البيضاء، وخايفة من هذه المرأة البيضاء. وكذلك هنا قلبك على الرجل الحنطي، وقلبك كاين البعض فيكم اللي قلبها على الرجل الأبيض. هنا كتفكري في الحظ ديالك، كتقولي واش مازال غادي نزهر، وكاين اللي كتفكر هنا في المرأة الكبيرة، وكتقول واش مازال غادي تحصل أو غادي تحصلي على الحاجة الثقيلة اللي بينك وبينها، أو هاد السيدة أنت كتنتظري منها فلوس، وكتقولي واش مازال غادي تعطيهم لي، ولا هاد الحاجة المادية اللي عندك عند هاد المرأة الكبيرة كتقولي واش مازال غادي تعطيها لي. هنا كيقول لك الفال، هنا كتفكري في الحظ ديالك، وكتقولي واش غادي نزهر، واش غادي يكون عندي اشياء ايجابيه في هذا الشهر. هذا على العموم عندك اشياء اللي هي جميله جدا، وغادي تكوني محظوظه ومزهره في هذا الشهر هذا، خصوصا نهار 5 15 25، غادي يكون عندك اشياء مميزه في هذه الايام هذه. فهذيك السيده اللي انت حامله الهم ديالها، هذيك السيده البيضاء اللي تقدر تكون الاخت ديالك، الابنه او الصديقه، وانت حامله الهم ديالها، فما تخافيش. الا كان عندك معها شي حاجه فالامور ديالكم غادي تكون على ما يرام، ولكن انت خايفه عليها وعلى مصلحتها، فهي راه مسلكه راسها والامور ديالها غادي تكون جيده. كنشوف هذا الشهر هذا غادي يكون عندك اجتماعات، لقاءات، لمات اللي كتنتظر الرجوع ديال الابناء ديالها، فعندك الرجوع ديال الابناء ديالك، او غادي تكون عندك جلسه مع الابناء ديالك، او الابناء ديالك غادي يكونوا في الحضن ديالك، واللي كتنتظر اوراق خاصين بالابناء ديالها، فهاد الاوراق هادو اللي كتنتظريهم اللي خاصين بالابناء ديالك غادي تحصلي عليهم. واللي عندها الابناء كبار وكيجريو في اوراق او شهادات، فالابناء ديالك غادي يفرحوا وغادي يظهروا على هاد الاوراق او على هاد الشهادات هادي. كنشوفك انا هاد الشهر يا الحنطيه رد بالظهر على كل شيء، واللي كيهمك هما الطاقات الروحانيه، كانك غادي تكوني متعبده او تكوني متدينه، والبعض فيكم غادي تكون كدير الطقوس ديالها، او البعض فيكم غادي تكون كتلتاج للفقهاء والشيوخ، وكاين البعض فيكم اللي غادي تكون مهتمه بالصحه ديالها، وغادي تكون كتمشي من طبيب لطبيب، وعندها الوسواس في الصحه. كنقول لك صحتك راها زعما مزيانه، ما بلا ما تكون عندك هذاك الوسواس هذاك. تنقول لك اللي كيسالوا على الدراسه، فعندكم اشياء ايجابيه في الدراسه، وكذلك اللي كيسالوا على العمل، فعندكم اشياء ايجابيه في العمل، وكاين اللي غادي يكون عندها عمل وزواج على سفر، فهذا الشهر هذا كاين اللي هي عندها زواج البلاد البعيده، وفي نفس الوقت عمل في البلاد البعيده. كنقول كذلك غادي تكوني الحظوظ ديالك مزيانه، يعني من الناحيه الماديه غادي يكون عندك فلوس، ما غاديش يكون ناقصك اموال. تنقول هنا اللي عندها البنت ديالها وكتقول واش غادي تطلق ولا لا، فالطلاق ديال البنت ديالك لن يتم، وكاين البعض فيكم اللي البنت ديالها غادي يكون عندها زواج، فلا تعترضي على زواجها ووقفي مع البنت ديالك. كنقول كذلك هنا اللي كتسال على الابيض، فالابيض هذا كيفكر بزاف في العتبه، كيشوف لك بقلبه، ولكن انت رد بالظهر على كل شيء، يعني لا الابيض ولا الاسمر ولا الحنطي، رد عليهم بالظهر وما مهتمش هذا الشهر كاع بهاد المسائل هذه. كنقول البعض فيكم غادي يدخل في حياتها شخص جديد، وغادي تكون ملهيه بهاد الشخص الجديد هذا، اللي هي ما مزوجاش، واللي مزوجه غادي تكون مهتمه غير بالابناء ديالها وبالحمل،
فقط. وهذوك اللي ما مزوجينش غادي تكونوا مهتمين بالشخص غادي يدخل في الحياة ديالكم، او عندكم رجوع الشخص قديم كنتو كتعرفوه وغادي تكونوا مهتمين بهذا الشخص. الان غادي نقول لكم شنو كيفكروا الازواج ولا الاحباء ديالكم. فبالنسبة للابيض كنشوف عنده اموال وارزاق كثيرة جدا، ولكن دايز بينك وبينه سحر، واللي واقفة على الطلاق مع الابيض غادي يتم الطلاق ديالك، ودايز بيناتكم اغيار، ودايز بيناتكم سحر، ودايز بيناتكم ناس كيبغيو يفرقوا بيناتكم. اما هو من الناحيه الماديه عنده ارزاق كثيره. كنقول لك هذا الابيض راه مازال كيفكر فيك ومازال كيشوف لك، ولكن انت عاطيه بالدار. المراه اللي متزوجه وكتخرجي بزاف كيبان لي هذه الايام بزاف كاينين السيدات اللي كيخويو الدار ديالهم، او كتخرجي بزاف او كتخلي الدار ديالك. فهذا الشيء هذا راه ما كيبغيهش الزوج ديالك. وقلنا اللي واقفه على الطلاق مع الابيض الطلاق ديالك غادي يتم. هو باقي عليك وكيشوفك هذا الابيض هذا بالنسبه الاخريات، ولكني عمري دارك جلسي في دارك ما بقيش كطيري. واذا كان هذا الحبيب ديالك فكنشوف كنتي ما مهتمش به، مهتمه بالشخص الجديد او بالشخص اللي راجع لك من الماضي. بالنسبه للحنطي، الحنطي كنشوفه مازال عندك معاه الاستمراريه، مازال كيبغيك، ولكني هاد الايام راه داخله او هاد الشهر غادي يكون داخل في حياته امراه اخرى، غادي يكون عنده هضره وكلام وسهر ومسامره. ما كنقولكش غادي يكون معاها بالجسم، ولكني ممكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي او اتصالات هاتفيه غادي تكون مع امراه اخرى، فغادي يكون منتبه لهاد المراه وكيهضر معاها وماشي الخطا ديالو، الخطا ديالك انت ما كتعرفيش تتعاملي معاه وعاطيه الظهر. كنقول لك هذا الحنطي واخا غادي يكون هذا الشهر مع هذه السيده هذه، ولكن مازال الاستمراريه معاه. كنشوفوا غادي يكون يعني كيهتم باللقاءات مع رجال، عنده اشغال، عنده اعمال اضافيه هذا الحنطي هذا. بالنسبه اللي كتسال على الاسمر، فالاسمر هو مازال غادي يتصل بك وغادي يكون كثير الاتصالات هاد الشهر، يبغي يجلس معاك، يبغي يتسامر معاك، غادي تظهري معاه، ولكن انتيا زيرو يعني كلامك ما هوش هذاك، ما عطيهش وقت، هامله. فكنقول لك الاسمر هذا الشهر هذا غادي يكون كثير الاتصال، يبغي يتلاقى معاك، يبغي يهضر معاك، ولكن انت عندك فتور وبرود جدا، سواء كان هذا الاسمر حبيب او كان الزوج ديالك. وكنقول لك هذا الاسمر هذا راه عنده شراء شيء ثمين هذا الاسمر. وكذلك كنقول لك بالنسبه للعتبه ديالك، فالعتبه ديالك يعني اهتمي شويه بالعتبه ديالك، اعطي وقت للعتبه، سواء كنتي متزوجه او ما كنتيش متزوجه، فبحال ما مهلياش في الدار ديالك هاد الشهر، فهاد الشهر هذا اهتمي بالعتبه ديالك. فكان هذا الفال ديالك يا الحنطيه. ما تنسيليش لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات حتى انك تشاركي في المنتدى. غادي نشوف دابا الفال ديال السمراء. فغادي تكوني انت هادي السمراء وهذا الحظ ديالك لشهر 3 لشهر مارس. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك على مثلا كتخايفي، خايفه من السحر، خايفه ان شي واحد يبلوكيك، خايفه ان شي واحد يغدر بيك، وكتخافي بزاف من السحر. وكاينه اللي باغيه دير طاقات روحانيه وكتقول واش نديرها، كتكوني متردده واش غادي تنفعني ولا ما غاديش تنفعني، فمتردده بهذا الشيء هذا. تنقول لك هذا الشهر هذا غادي يكونوا عندك لقاءات، مناسبات، تجمعات، افراح، ذبائح. كنقول لك غادي هذا الشهر هذا عندك اموال، ما غاديش ينقصك شيء من الناحيه الماديه. هذيك اللي داخله وشاكه وكتقولي يمكن عندي سحر داكشي باش ما كنتزوجش، فكنقول لك لا ما عندكش. هذيك اللي داخله بهذا السؤال
انا راه عندي السحر داكشي باش ما كنتوش. لا السحر ما كاينش، اللي طرح هذا السؤال ما عندكش السحر. هاد الشهر هذا شي شوي الناحيه العاطفيه غادي تكوني دائما نفسيتك مدمره، دائما كتشكي، دائما انا ما عندي زهر، دائما انا الحبيب ولا الزوج ديالي ما كيبغينيش، ما مهتمش بيا، مش عليا، فدائما غادي تكوني كثيره الشكوى من الناحيه العاطفيه. السمراء علاش كتقلبي على الطلاق؟ علاش كتطلبي الطلاق؟ علاش كتطلبي الفراق؟ هتجيبيها في راسك، وخصوصا المغتربات، هذوك المغتربات اللي كتفكروا في الطلاق وكتقولوا الطلاق يمكن غادي يكون صالح لي. لا، فانت هي المغتربه اللي كتفكري هذا الفكر هذا، فليس في الصالح ديالك هذاك الطلاق. حاولي انك تشوفي حل، حاولي انك تجتمعي مع الزوج ديالك، تسمعي ليه، تهضروا، تناقشوا الموضوع ديالكم، فما تفكريش في الطلاق، لان الطلاق ما غادش يكون هو الحل. تنقول هنا اللي كدير علاجات من اجل الحمل، سواء كان علاجات شعبيه او طبيه، فالحمل ديالك راه مازال غادي يكون ومازال غادي يتحقق لك الحلم. كنقول لك غادي تكوني زهره في كل ما يخص المناسبات، اللقاءات، الاجتماعات، غادي تكوني محظوظه بهذا الشيء. اللي كتسال على العمل والدراسه، فامورك متوسطه هذا الشهر هذا، داخله لكم حاجه كبيره للعتبه، ممكن شراء شيء ثمين وغادي يدخل العتبه، فرش او حاجات الكترونيه، او كاين اللي غادي تفرح على عتبه او شراء عتبه خلال هذا الشهر، او ارض او ما شابه. تنقول كذلك اللي كتسال على الاسمر، فالاسمر راهو كيبغيك وكيموت عليك، وخصوصا هذاك اللي كيشتغل في مصلحه حكوميه فراهو كيبغيك بزاف، ولكن انت رابطه عليه بالظهر، ما هاد الشهر هذا بحال ما مهتماش. اللي هضر لك بخصوص الزواج فهو راه باغي يتزوجك، وزواجك محقق، وان شاء الله ان شاء الله، لان الاهل ديالو الا ما كانوش راضيين فالان كنشوفهم عن طريق الفال راهم غادي يرضاو بك. زواجك راهو كاين، ولكن انتي اللي بحال غادي تراجعي، او كنشوفك بحال غادي تاجلي او تراجعي بخصوص الزواج مع الاسمر، اما هو فهو مستعد هاد الاسمر للزواج، فلا تفلتي الفرصه منك. الا كان هذا الاسمر الزوج ديالك فراه كيبغيك، وقلنا بالخصوص اللي يشتغل في مصلحه حكوميه فكيموت عليك. كنقول اللي كتسال على الحنطي، فالحنطي غادي يكون راد عليك بالدار، ما هوش هنا وما مسوق لكش، وغادي يكون عنده مشاكل وتعبان، وغادي يكون مريض ومهموم، وغادي يكون كيبغي راسو، انت براسك غادي تكرهيه للتصرفات ديالو، او ما غاديش يبقى عاجبك هذا الشهر، سواء كان حبيب او كان زوج. ولا كتسالي على الابيض، فالابيض عليه العين والحسد ومتبوع، وكاينه مراه اللي تابعه وكتاخذ فلوسه او باغياه غير من اجل الفلوس ديالو. تنقول لك هذا الابيض هذا عنده نجاحات ماليه او عنده ارزاق كثيره، وغادي تشوفي هذا الابيض كيغير من التصرفات ديالو، او الطبيعه ديالو غادي تشوفيها كيغير فيها، سواء في التصرفات، في التعامل، في الهضره، فغادي تشوفي كيوقعوا عليه تغييرات بزاف، فانتبهي. السمراء اللي عندك الابيض فكاينه مراه اللي راها تبعه وباغياه غير على فلوسه، وتنقول لك راهو متبوع هذا الابيض هذا، وعليه العين وعليه الحسد، وكيفكر في سفر، او غادي يكون عنده سفر لمسافه قصيره، وغادي يكون كثير التحركات، وغادي تنتبهي انه غادي يكون ملهي في الاتصالات والتواصل، او غادي يكون عنده مكالمات هاتفيه بزاف، ممكن يكون كيهضر مع بنات، او فغادي يكون بحال هذا الشكل هذا. فهذا كان الفال ديالك يا السمراء، واللي كتفكر في السفر فكنقول لك السفر راهو غادي يكون عندك فيه خير كبير. فنشوفوا الفال، ما تنسيليش السمراء لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات حتى تشتركي في المنتدى، وغادي نشوفوا البيضاء والحظ ديالك يا البيضاء. فغادي تكوني انت هديه البيضاء، وهذا الحظ ديالك، ان شاء الله فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. هذا الفال ديال صاحبه البشره البيضاء لشهر 3 شهر مارس، ان شاء الله خير، ان شاء الله فال ايجابيه البيضاء. هذا قلبك، تخمامك، ياتيك الله.
قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك على راسك وخايفه على راسك وكتفكري في راسك بزاف في هذا الشهر هذا. اللي كيهمك هو نفسك طبعا، هذا احسن حاجه ديريها. هو الواحد يديها في سوق راسه، يهتم براسه وبصحته وبالمستقبل، وما عندك ما ديري بالناس، كل واحد يهتم لراسه. هنا قلنا كتهتمي براسك بصحتك بالمستقبل ديالك. عندك اموال غادي تجيك في الايام 3 13 23، اموال اللي هي كثيره. كنقول لك شويه غادي تكوني مقلقة في الأيام بالأرقام 5، يعني نهار 5 15 25. هاد الأيام هذه غادي يكون انتبهي من الشمتة، انتبهي من الغدر. النفسية ديالك غادي تكون شوية محطمة في هاد الأيام هذه. بالنسبة للعمل عندك أشياء جديدة في العمل، عندك نجاحات في العمل. عندك هنا هذا الشهر هذا غادي يكون عندك دائما لقاءات وهضره مع الاخت ديالك الكبرى او الام ديالك. هذه دائما غادي تكون بالجنب ديالك، او هي اللي غادي تكون دائما معاك خلال هذا الشهر، وغادي يكون بيناتكم هضره وكلام دائما. كنشوف عندكم ارزاق في العتبه او داخلين لكم فلوس للعتبه، وكذلك غادي تسمعوا هذا الشهر خبر مهم او خبر غادي تظهروا عليه بخصوص اوراق او بخصوص عقود او بخصوص شهادات. كنشوف هنا اللي عندها بنت، فالبنت ديالك غادي يكون عندها زواج، او الاخت ديالك غادي يكون عندها زواج قريب او فرحه قريبه. وكاين فيكم اللي هي ما عندهاش حبيب، فكاينه سيده اللي هي سمراء غادي تهضر لكم بخصوص شخص اسمر من اجل الزواج. فما ترفضيش، لان غادي يكون هذا الشخص هذا مزيان وغادي يكون فيه خير. فانت في الاول ما غاديش يعجبك هذا الشخص او غادي يبان لك اسود، ولكن هذا الاسمر غادي يكون فيه خير ليك. بالنسبه لبعض فيكم اللي هي عامله او موظفه، فكنقول لك كاينين جوج الاشخاص معاك في العمل كينتبهوا ليك او باغيين يهضروا معاك. فكنشوفك انت اللي شي شويه مبلوكيه نفسك بنفسك. تنقول عندك مساعدات كذلك في العمل من طرف اشخاص، وكنقول اللي هي كتقلب على عمل، مازال ما عندكش عمل وطالبه الناس يساعدوك، فما تسنيش هذوك الناس، راه ما كايناش منهم مساعده وما غاديش يساعدوك في ايجاد عمل. واللي هما في الدراسه، فكنقول لكم عندكم شي شويه مشاكل في الدراسه او ضغوطات في الدراسه، او عندكم روينه في الدراسه، يعني ما عارفينش راسكم من رجليكم، تخلطات عليكم الامور وغادي تكونوا بحال راكم في دوامه وما عارفينش شنو غادي ديروا في الحياه الدراسيه ديالكم. كنقول هنا بالنسبه اللي كتسال على الرجل الحنطي، فالحنطي كيشوف فيك وكتشوفي فيه. كاين الاستمراريه معاه، كاين في الخط ديالك، كاين مكالمات هاتفيه، كاين اتصالات، كاين تواصل، كاين لقاءات. هذا السيد اللي هو حنطي راهو هذا الشهر غادي يكون صافي معاك ونيته صافيه، ولكن هذا لا يخلو من بعض البلوكات اللي غادي توقع بيناتكم بخصوص هنا شي واحد اللي باغي يخسر بيناتكم، اللي ممكن يوصل له هضره خايبه او يوصل لك هضره خايبه عليه. وكاين اللي باغي يدير لكم سحر مع هذا الحنطي هذا. الا كنتي كتسالي على الاسمر، وهذا الاسمر كنهضر لك بخصوص الزواج، فهو صادق في الامر ديالو، واخا تشوفيه كيرد عليك بالظهر هذا الشهر او ما مساليلكش، ولكن هذا الاسمر راه الحب كاين والزواج مازال قائم مع هذا الاسمر هذا. كنشوفي شي شويه هو زهواني وكيعجبوه القصير ولا اللو مالي، ولكني فقط لما غادي يكون معاك غادي تحسي بالقيمه ديال هذا الاسمر، فما تحكميش عليه، لان كنشوف كتحكمي عليه شويه سيء. والا كان هذا الزوج ديالك، فكنقول لك غادي تفرحوا على وحده من البنات ديالكم او ابن ديالكم غادي يكون عنده زواج يلي الزوج ديالها اسمر. وكنقول لك الزوج ديالك راهو كيبغيك، وكنقول لك كذلك هذا السمر هذا راهو كيفكر في السفر. فإلا كان هذا الحبيب او الزوج ديالك في بلاد البعيده، فمازال غادي يجي لعندك، والا كان معاك هو عنده سفر طويل. بالنسبه للابيض، فالابيض كنقول لك هذا الابيض اللي كانت بيناتكم امراه، فهو راه رد على هذاك الطرف الثالث، رد عليها بالظهر، ما بقاش معاها، حس بالندم، حس بالغدر من طرفها، حس بانه خدات منه فلوس او دارتها به. هذا الابيض هذا مازال غادي يرجع لك، ورجع لك بشكل جديد، وكيتقرب لك شويه بشويه، وباغي يغريك بالهدايا وبالماديات وبالكلام المعسول. فراجع وهو مطقطق الراس
هذا الابيض سواء كان زوج او كان حبيب. فكان هذا الفال ديالك يا البيضه. ما تنساوليش لايك البنات وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات حتى تشتركوا في المنتدى. كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم، كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر، واستمتعوا بالحياه ديالكم. كنبغيكم.